حياتنا كمصريين مغتربين في دول عربية في منها بيكون سهل وفي منها بيكون صعب جدا لدرجة ان في ناس ما بتستحملش وبترجع مصر بعد كام شهر او ممكن يكملوا سنة. لكن في العموم القاعدة العامة اللي كلنا بنبقى عايشين عشانها هي اننا جايين نعمل قرشين علشان مش عارف هي الفلوس اللي احنا عمالين نجمع فيها دي بنجمع فيها ليه. anyway مش موضوعنا. انا اسمي ايمن عبد الكريم، انا مصري عندي 35 سنة عايش في الامارات بقالي 9 سنين. ما بدأتش من الصفر الحقيقة، بدأت موظف في شركة بسيطة بمرتب معقول، وبالرغم من العيشة الغالية جدا هنا إلا أني كنت بعرف أحوش واجي على نفسي كويس، وبالعلم واللغة والفهلقة على رأينا كمصريين قدرت أعلي من قدر نفسي، وواحدة واحدة بقيت من أهم المستثمرين في أبوظبي. أيوة بالظبط كده. ما فكرتش أرجع مصر الحقيقة لأن والدي ووالدتي مش موجودين. أنا والدي ووالدتي متوفين من قبل ما أسافر بسنة تحديدا. والدي توفى وبعدها بشهرين والدتي كمان اتوفت، وانا ما عنديش اخوات وعيلتنا مش العيله القريبه قوي من بعضها علشان نسال على بعض حتى. لكن من بعد ما عملتهم هنا الفلوس يعني بداوا يكلموني ويسالوا عليا. الموضوع كله بدا بايميل اتبعت لي من صديق عزيز جدا عليا في مصر، بس مش هو اللي بعت الايميل، مش هو اللي كاتبه اقصد. نص الايميل تحديدا كان من علي اسامه الى ايمن عبد الكريم، تحيه طيبه وبعد، انا والد علي، يؤسفني ابلغك خبر مؤسف جدا، وهو إن علي قد وافته المنية صباح أمس، وأوصى علي بإرسال هذا الإيميل وأوصى أيضا بحضورك لجنازته المقرر خروجها بكرة من بيته. لو كان في سطر زيادة ما كنتش عرفت أقراه لأن عيني غرقت في الدموع، عياط بشكل مش طبيعي. علي كان بيكلمني وبيطمن عليا من وقت للتاني، وأنا اللي كنت ببقى مشغول ومش بعرف أسأل عليه، بس ما كانش عندي صاحب زي ما كان علي عندي. وقفت كل الشغل وحجزت طيارة في نفس اليوم بالليل، ما كانش ينفع ما اروحش الاهل واواسيهم واكون موجود معاهم نظرا لان ابو علي اصلا قعيد ومش بيشتغل، وعلي كان بيحاول يتكفل بيهم وباخته الاصغر منه، فكان لازم ارجع مصر. وفعلا سافرت يومها ووصلت مصر. ورحت شقتنا اللي ما رحتهاش من 9 سنين، جبت ناس تنضفها الكام يوم اللي انا قاعد فيهم. انا مش عارف انا هقعد قد ايه، بس مش معقول هاجي يوم ولا اتنين وامشي، طالما جيتي بقعد شوية، كده كده الشغل أقدر أبشره أول بأول من هنا. اليوم اللي وصلت فيه رحت وحطيت هدومي في الشقة واتنضفت، ونزلت رحت البيت علي علشان الجنازة. ووصلت استقبلتني أمه، وطيت بوست على إيديها لأني طول عمري كنت بعتبرها أمي التانية، عزيتها وأنا عيني بتلمع من الدموع. دخلت لأبوه وعزيته وقعدت معاه وسألته إيه اللي حصل أو إيه سبب الوفاة، وقال لي التالي: علي كان بقاله فترة مش مظبوط يا ابني، بيغيب عن البيت كتير بالذات بالليل، الشغل قليل والوقت بيضيع معرفش في ايه. انا عارف ان الضغط عليه كان كبير، بس انا ابوه من حقي افهم. لحد ما من يومين بس لقيناه بيحضر شنطة وبيخبيها وبياخد كل هدومه، مرضتش اسأله وكنت غبي لما عملت كده. تاني يوم صحينا ما كانش في البيت لا هو ولا الشنط ولا هدومه، تليفونه مقفول وما نعرفش حد من صحابه يا ابني. لغاية تاني يوم لقيته واحد جاي لي بيقول لي ابنك مات غرق في مركب مهاجرة هجرة غير شرعية لإيطاليا، وإنهم ما لقيوش أي جثة لحد دلوقتي، وبيديني شنطة وبيقول لي الحاجات دي تخص ابنك. دخلت يا ابني مش قادر أتلم على نفسي، فين على ما بطلت عياط وهديت شوية فتحت الشنطة لقيت هدومه فيها ريحته والحاجات اللي كان بيلمها، ولقيت في جيب من جيوب الشنطة ورقتين، ورقة مكتوب فيها إني أبعتلك البتاع الأميل اللي أنا بعتهولك ده، رحت الواحد عملهولي وبعتها لك والحمد لله إنها وصلت، وورقة تانية كاتب فيها إنه كان بيحبني أوي وكان بيعزك أوي.
عارف لما تسمع الكلام ده من حد كبير بيعيط، تحس ان الكلام بيهدك. انا كلامه هدني، كل كلمة كان بيقولها كان كأنه بيضربني بيها مش بيكلمني. قمنا ورحنا المدافن، دفننا الكفن فاضي طبعا، وانا ماشي وحاولت والله من غير ما اقصد اني اساعد باي حاجة ماديا، لكن والده رفض. مشيت وروحت، وانا مروح كان غير احساسي بالزعل والقهرة، في حاجة تانية كانت قلقاني. انا كنت اجرت عربية هنا الفترة اللي هقعد فيها في مصر، كنت مروح وسايق وطول الطريق في عربية ورايا من ساعة ما طلعت من بيت علي ولحد ما روحت وهي ماشية ورايا، ما كانش باين فيها حد اميزه، جايز يكون بيتهيألي ومفيش حاجة، بس انا قلقت. لما روحت ما كانتش العربية ورايا، فعادي طلعت نمت. وتاني يوم كان لازم انزل اشتري اكل، انا مش برتاح للاكل بره خصوصا في مصر. وما تنساش اني اعزب، يعني عشت حياة الطباخ في فترة من فترات حياتي. نزلت الهايبر واشتريت حاجات، لكن وانا بره في الباركنج شفت نفس العربية اللي كانت ورايا امبارح مركونة جنب عربيتي. اتلكعت وحاولت اخر نفسي علشان اكد لنفسي انه مفيش حاجة، انه ممكن تكون صدفة. هل صدفة؟ وقفت حوالي 10 دقايق عمال احط واشيل الكياس في شنطة العربية، لحد ما جه واحد شكله عادي لكن كان بيبصلي من تحت لتحت، ركب العربية اللي جنبي ومشي. ونوعا ما اطمنت وشلت كل الافكار السودة دي من دماغي وركبت العربية ومشيت. معداش كتير ولقيتها ورايا، هي نفس العربية. لا ده كده في حاجة. هديت بالعربية شوية وخليته غصب عنه يقرب بالعربية مني. وقفت فجأة ونزلت، ووقف فجأة هو كمان، نزل من العربية. قلت له في ايه بقى، انا مش فاهم انت مين وعايز مني ايه. ما ردش وبصلي وميل راسه كده، وما حسيتش بعدها غير بخبطة جامدة جدا في راسي من ورا. فوت شايف قدامي مكان مش محدد قوي هو فين، ايدي ورا ظهري متكتفة في كرسي متثبت في الارض. حاولت افك نفسي بعد ما فقت معرفتش، بصيت حواليا لقيت مكان قديم عامل زي المصنع، مفيش حاجة سمعها غير صدى صوت وانا بزعق او بنادي على حد يلحقني. بعد حوالي دقيقتين بدأت ادرك ان الكرسي اللي انا قاعد عليه كان في وسط مربع مرسوم على الارض بتباشير، والمربع ده متقسم لمربعات تانية اصغر، كل مربع مكتوب فيه حاجة او مرسوم فيه رمز غريب، ولاحظت اسم الجلالة في مربع من المربعات، وارقام، ارقام في مربعات حجمها متساوي زي ما تكون مرسومة بمسطرة وما فيهاش غلطة. ثواني وبدأ المربع ده او التباشير ده لونه يتغير للون اغمق، لون اسود بيطلع منه دخان بسيط. جسمي بدأت احس فيه بسخونية، ببص على ايدي لقيت حاجة بقعة بتكبر، ومن تحت جلدي حاجة كبيرة بتتحرك، ايدي التانية متكتفة مش عارف اوصل للحاجة دي، بدأت تطلع لكتفي وحاسس بوجعها، وصلت لرقبتي وبدأت احس بضيق تنفس، مش عارف اخد نفسي. فجأة حسيت اني عايز اخرج حاجة من بقي، حاجة في زوري خانقاني، فجيت اكح، خرجت كؤمة سودة من بقي وقعت على الارض قدامي. دققت فيها لقيتها كومة من الشعر. ايه القرف ده، هو في ايه؟ اتفتح باب كبير من بعيد، دخل منه واحد لابس عباية كبيرة وباصص في الارض، قرب عليا بس ما دخلش الدايرة اللي انا فيها، لاحظت انه وقف بره قبل ما يوصل لها. لسه هتكلم رفع ايده الاتنين لفوق كأنه بيدعي، ولقيتني مش عارف ارد، انا لساني تقيل مش بيتحرك، انا مش عارف اتكلم. بصلي وضحك واتكلم هو، اهلا بيك، احب اقولك ان خروجك من هنا مش هيكون سهل، واحب اقولك واعلمك بالشرط الوحيد اللي ممكن يخرجك من هنا حي، وعلشان نقصر المسافات وما نضيعش على سعادتك وقتك الغالي، انا هعرفك انا مين. انا مولاك العارف سيد الخدم وخليفة لسليمان احد ملوك المملكة، كلامي اللي بقوله لك انا عارف انك بتستخف بيه دلوقتي، لو انت مش عارف ترد ومش عارف تتكلم فانا السبب في ده،
لو كنت من دقايق استفرغت كومة شعر من شعر الخدام اللي حاليا بدأوا في السيطرة على أفعالك وأحلامك ورغباتك، فأنا برضو السبب. طلسم عقد اللسان اللي انت قاعد فيه دلوقتي له الفضل. طول ما انت قاعد مكانك مش هتقدر تتكلم ولا يخرج منك أي صوت. هتعرف انت هنا ليه، بس مش دلوقتي، علشان الأفكار اللي بتلعب في دماغك تتصحح. احنا هنمر بمراحل كتير لعلمك، ودي أولها. ده زائد ان في مفاجأة صغيرة انا محضرها لك. هو عمال يتكلم وانا مش طالع مني غير نفس. عايز ارد، عايز افوق لو ده حلم انا بحلمه. هو في ايه؟ انا عملت ايه؟ ودول مين؟ وجلسة ايه؟ ومفاجأة ايه؟ ملحقتش اكمل الدردشة الداخلية دي مع نفسي، لقيت اتنين جم فكوني من الكرسي وقوموني. والغريب اني فعلا اول ما خرجت من المربع اللي على الارض ده دبت فيا روح الكلام، وحسيت ان انا قادر اتكلم. بس المرة دي انا ما عنديش الجرأة اني ارد، لاني مش عارف هما ممكن يعملوا معايا ايه. مشيت معاهم، طلعنا على سلم حديد ودخلنا اوضة سقفها واطي جدا لدرجة ان احنا التلاتة وطينا واحنا داخلين. قعدوني على كرسي تاني. الاوضة كلها متقفلة وحيطانها حديد، إلا حتة بسيطة في الحيطة اللي قدامي عبارة عن لوح إزاز بيطل على منطقة تانية، أو بمعنى أصح هي أوضة تانية في المكان أو المصنع ده. في الأول ما كانش فيها حد. دقايق عدت ودخل العارف ده، ووراه آخر واحد ممكن أتوقع وجوده هنا أو في أي مكان تاني. كان علي. جيت أقوم، منعوني، زعقت وناديت عليه، أنا مش مصدق إنه عايش. لما ناديت عليه بصلي لفوق بطرف عينه، وبعدين لف وشه وبص للعارف وشاور على الباب. فدخل حد، دخل اتنين، واحد بيسند التاني او بيساعده يقف علشان هو ما كانش قادر يقف. تقريبا كان شاب في سني كده، اللي بيسنده ده حطه على كنبة وخرج جري. وحصل كلام بين علي والعارف ده، ما وصلنيش قالوا ايه، بس بعدها خرج علي وبدأ العارف يتكلم. كلام انا برضو ما سمعتوش، بس اللي كان واضح ان العارف ده كان بيعمل حركات بعينيه غريبة. كانت عينيه حرفيا بتبص في كل حتة، وبقه بيتحرك يعني بيقول كلام. أخدت بالي إن الشاب ده بدأ يصرخ وجسمه يظهر عليه علامات كتير لونها أزرق. وأخيرا العارف سكت وقعد وحط ورقة وقلم قدام الشاب ده وقال كام كلمة وخرج. الشاب بقى بيزحف علشان يطول الورقة، ومسك القلم وزي ما يكون مضى عليها ووقع على الأرض. ما أمشي بعدها، شدوني الاتنين اللي كانوا ماسكيني وقمت معاهم ودخلوني مكان تاني. من الواضح ان المكان ده اكبر بكتير مما تخيلت. المكان كان عبارة عن غرفة نزلت لها بسلالم تحت مستوى الارض تحديدا، ما كانتش فوق زي باقي الاوض، وكانت بالرغم من كده فيها ريح وهوا غريب. لما دخلت علي كان جوه، هو والعارف. العارف اللي لقيته بيقول لي، طبعا اول حاجة جت في بالك انت جيت هنا ازاي؟ مش قصدي على المكان هنا، لا اقصد جبتك ازاي مصر. علي. ببص لعلي لقيته انحنى للعارف ده ووقف قدامه مش بيرمش حتى، وقال له بنبرة صوت اول مرة اشوفه بيتكلم بيها، مولاي العارف، العقد اتمضى وهو حاليا في غياهب المرحلة اهي، والعربية اللي كانت مع الاستاذ وصلت وخرجنا منها الحاجات اللي كانت فيها. حضرتك تؤمر تعمل فيها ايه؟ بص لي العارف وقال لي، عربيتك، معلش هناخدها. بصيت لعلي وقلت له، في ايه يا علي؟ انا صاحبك، انا ايمن يا علي. بص لي وقال لي، علي أسامة مات، انا العابد لمولاي العارف. عابد ايه يا علي؟ مفيش حد من الموجودين اسمه علي. اتخرست، انا مش عارف انت علي ولا مش علي، بس لا هو انت، انا مش غبي. وبعدين هو قال علي أسامة، يعني هو، طب هو بيقول ليه انه مات؟ وايه العابد ده؟ قعدوني وخرج جميع الموجودين ما عدا العارف. قعدوا بكل هدوء. قلت له، انا مش مربوط، انا ممكن اهرب من هنا. اوي اوي، اتفضل وريني هتخرج ازاي. يا ابني انت عضلاتك مقوية قلبك كده ليه؟ ما يا حبيبي بعد كل اللي شفته واللي مريت بيه واللي ما جيش نقطة في بحر اللي لسه هتشوفه، بعد كل ده بتقاوح؟ طيب حس كده، انا مش هطول معاك في كلامي،
مبدئيا كل حاجة عنك أنا عارفها، من أول ما مشيت من مصر إزاي لحد ما بقيت من أهم رجال الأعمال في الإمارات أعتقد، صح؟ وغير كده في حاجات مهمة لازم تعرفها، أنت ما تفرقش كتير عن كل اللي كانوا هنا قبلك. وبمناسبة المكان تعال أخدك لفة علشان أعرفك عليه. بصلي بص خلت جسمي يتخشب، وأنا بسمع كلامه ومش بقاطعه ليه؟ أنا مش قادر أعرضه؟ والدليل اللي ماشي وراه زي المتخدر، حتى كاني مش بفكر أهرب زي ما قلت من شوية. مشيت وراه، دخلنا مكان فاضي وساكت مفيهوش نفس لدرجة إني حسيت إن أنا اتطرشت. وقفت، في مواجهتي كان في 5 أوض أبوابهم كل باب بلون وشكلهم غريب عن المكان اللي هو أساسا معفن، لا الأبواب نظيفة جدا. وجنب كل باب مكتوب رمز اللي هو أبجد هوز، يعني من أول ألف لحد الهاء. والعارف اتكلم. فاكر المراحل الكتير اللي قلتلك عليهم؟ أحب أعرفك التفاصيل. لكل أوضة من دول غرض، ولكل أوضة حالة هتعيشها غصب عنك وانت وشطارتك، يا تخرج منها زي ما دخلت وانا وعدك ان ده مش هيحصل، يا تعدي مرحلة والتانية وما تكملش ونزعل عليك بقى، يا اما يحصل لك زي ما بيحصل للكل. انت ما اكلتش حاجة بقالك مدة ولازم تاكل، الأوضة ألف في انتظارك. انا فعلا كنت بقع من الجوع، ما قدرتش اقاوم وقعت، 2 سندوني ومعرفش بيجوا منين. قعدت شربت واكلت، ما كانش عندي طاقة أرفض أو حتى أتفحص الأكل اللي قدامي. أكلت ملحقتش حتى أكمل الأكل، تقريبا هما كانوا مستنيني أكل أي حاجة علشان أسند بيها نفسي، ومسكوني ودوني الأوضة ألف. اتفتح بابها، كان لونه أسود. لو وقفت على الباب وبصيت بره وجوه الأوضة هتحس إنك واقف بين عالمين مختلفين تماما. الأوضة إضاءتها هادية جدا أو شبه ما فيهاش مصدر للنور. فيها كرسي واحد قدامه ترابيزة محطوط عليها النظارة اللي هي بتاعت الـ 3D دي، اللي هي الـ VR. دخلوني، اتكتفت من إيدي ومن رجلي في الكرسي، ووقف قدامي ماسك في إيده فلاشات كتير، كل فلاشة برقم. قلت له انت هتعمل ايه؟ فلقيته بيقول لي التجديد مطلوب برضه يا ايمن بيه، احنا بروفيشنال ومش بنشتغل على وتيره واحده، بنطور من نفسنا ونجيب حاجات جديده تسهل علينا المهمه دي. المرحله الف مش حابب احكي لك تفاصيل كتير عنها علشان انت هتعيشها حالا، اوعدك انك مش هتخرج زي ما دخلت ابدا. انجوي. لبسوني النظاره والسماعه، حاولت اقاوم او اشيلهم معرفتش، والسماعة الصوت اشتغل فيها وسمعت صوته هو العارف بيقول لي اتمنى يكون صوتي واضح، مش هتسمعه كتير، ده مجرد ترحيب بيك في العالم الثالث وهجيلك بعد ساعة. صوته سكت وابتديت اسمع. الاول ظهر قدامي باب بيتفتح واللي قدامه طرقة مضلمة وبدأت تنور جزء ورا جزء لحد ما كان في اخرها حد واحد بيمشي ناحيتي. الوضع ما كانش زي الألعاب، أنا جربت الـ VR قبل كده كانت لعبة، لكن دي مش لعبة، كل حاجة حقيقية. حسيت بلسعة في كتفي الشمال، ما انتبهتلهاش علشان الشخص ده بقى قدامي. سامع صوت نفسه وهو بينهج وصوت سنانه قرب مني لدرجة والله العظيم حسيت بنفسه في وشي. نور اتطفى، بقيت سامع بس لحد ما صوته وقف فجأة، وحسيت بعدها بوجع شديد جدا في دراعي، كأن حد أو كلب بيعض في دراعي. بصيت عليه ما كانش فيه رؤية تساعدني أشوف، بس أنا شايف حاجة جاية من بعيد، ده واحد شبهي بالظبط، لابس لبس غريب وكل شوية يسرع في خطوته ناحيتي. أنا مش عارف ده ناوي على إيه، مش عارف ده ناوي على ايه. صرخ في وشي وهجم عليا. اول ما هجم عليا حسيتني برجع لورا زي ما اكون ببعد عنه، مش عايزه يلمسني. انا ليه حاسه لامس جسمي؟ هو انا مش المفروض اشوف بس؟ وفجأة بقيت في مكان تاني،
أرض زراعية مظلمة وأنا فيها بجري أو بتحرك بسرعة وعمال أتكعبل وصوت نفسي يعلى، وأقسم بالله أنا كنت بنهج في الحقيقة، لحد ما لقيتني فجأة واقف قدام بيت مهجور كبير. اتفتحت البوابة بتاعته ودخلت جوه من رعبي، عمال أبص ورا علشان ما تطلعش حاجة من قدامي تموتني أكتر ما أنا ميت. بس غصب عني ببص قدامي برضه. دخلت البيت وأنا شايف الباب ورايا بيتقفل. فضلت ماشي في البيت وفي أصوات عمال أسمعها، أنا مش متخيل إن ده لعب. أنا شفت حشرات كتير وبدأت أسمعها قريبة، حشرات عمالة تيجي من كل حتة وتقف على جسمي، والله العظيم كنت حاسس بيهم. حشرات شكلها غريب ومقرف. حاولت أحرك جسمي أو أبص بعيد، لقيت باب مفتوح وكأني كان المفروض أبص له علشان أروح له. مشيت لحد الباب، دخلت وسمعت الباب ورايا بيتقفل. الحشرات صوتها راح بالتدريج وابتديت أسمع صوت تاني سمعها من تحتي عند رجلي، ولقيت مراية في آخر الأوضة دي. وقفت قدامها، شفت نفسي، شفتني بكل ملامحي، متهيألي هي نفس الملامح اللي على وشي دلوقتي. ازاي؟ جسمي مليان جروح وبينزل دم من رقبتي. شفت في المراية حد ورايا وملحقتش ألف. حد جيبه قماشة مبلولة حطها على مناخيري وبقي. مش عارف اتنفس، انا مش عارف اتنفس فعلا. اللي بيحصل في اللعبة بيحصل في الحقيقة. صرخت، اتشالت القماشة وتشال معاها المشهد بالبيت. كل حاجة راحت، السماعات اتشالت والنظارة كمان اتشالت. ظهرت الأوضة وظهر قدامي العارف وقال لي أنا عارف إنه معداش ساعة ده، لأني بصراحة متشوق جدا أشوفك في المرحلة التانية بعد ما أبديت انطباع جيد جدا في المرحلة ألف. وهو بيتكلم شفت وراه الحد اللي شفته وأنا لابس النظارة، بص وراه أكيد ما شافش حد وقال لي إيه ابتديت تشوفهم؟ نسيت أقولك إن في أعراض جانبية. وهو بيكلمني وشه غريب، وشه عمال يخرج منه دود. بقيت أقول له ابعد عني ابعد عني. الأوضة فيها حاجات بتتحرك ولا أنا بيتهيألي؟ في حاجة بتخبط في رجلي، أنا في حد كاتم على نفسي وصدري. دخل علي، وشه هو كمان غريب، وشه زي ما يكون محروق. ده الأثر الجانبي للي كنت فيه، وأوعدك إنه مش هيبقى آخر أثر. فكني وخرج وجي واحد تاني شالني ورماني في أوضة تانية، أوضة فاضية. وأنا عملت إيه علشان يتعمل فيا كل ده؟ أنا مش عايز فلوس، ياخدوا كل الفلوس اللي حيلتي، أنا مش هقعد مع المجانين دول أكتر من كده. طلبت مقابلة العارف ووافق وجالي الأوضة. قالوا لي إنك طلبتني، خير؟ قلت له أنا عارف أنت عاوز توصل لإيه، أنا هديك كل اللي أنت عاوزه، الفلوس اللي هتطلبها هديها لك وتخرجني من هنا. بص لي فترة وبعديها ضحك وقال لي تصدق انك طلعت حمار؟ يعني انت بتفكيرك ده انا لو عايز اخد منك فلوس وهمي على الفلوس زي ما انت بتلمح، هعمل الهيلمان اللي انت شايفه ده كله ليه؟ هو انا لو عايز اخد اللي وراك واللي قدامك من غير ما اعمل اللي انا عامله ده كله مش هعرف؟ يا ايمن بيه، مفيش اسهل من انك تاخد من حد فلوس قصاد حياته. لو على اللي انا بعمله ده فمش هتفهمه دلوقتي، بعدين لسه بدري. وكمان انا شايف انك ارتحت من المرحلة الف، يبقى ندخل على المرحلة ب، ولا انت شايف ايه؟
سابني وخرج، وقعدت بضرب نفسي 100 جزمة علشان رجعت مصر. أنا رجعت ليه؟ علشان علي؟ ما يتحرق علي واللي جابه علي، أهو في الآخر طلع ورا كل المصايب اللي أنا فيها دي. منك لله يا علي، إلهي ربنا ما يسامحك. عدت حوالي ساعة أو أقل ولقيت علي وراه واحد وفي إيده حقنة. قمت وقفت وقلت له والله لو عملت إيه الحقنة دي مش هتلمس جسمي، أنت فاهم؟ إذا كان هو علمك غسيل المخ فأنا في ثانية ممكن أتعامل معاك على إنك غريب يا علي. بصلي وقال لي مصر أنت تغلط في اسمي، قلت لك علي صاحبك مات وإني العابد لمولاي العارف. قلت له مولاك إيه، أنت مصدق التخريف والدجل ده؟ من إمتى وأنت كنت كده؟ وبعدين أنت إزاي ما فكرتش في أهلك؟ أبوك هيموت من القهر عليك وأنت هنا بتعمل إيه؟ فهمني، عمل فيك إيه غيرك كده؟ لقيته بيرد وبصوت أعلى، مولاي العارف أنت شالني من غياهب الدنيا، علمني من علمه وثقفني، عرفني إزاي تقدر تملك كل اللي أنت عايزه من غير ما حد يقولك أنت بتعمل إيه، عرفني العدل والقصاص، وعرفني إن الدنيا دي مش طبقات زي ما الكل مصدق وعارف، كلنا لازم نبقى زي بعض، اللي معاك هو اللي معايا، هو ده العدل. قلت له علي انت بجد بتقول كده بعد كل اللي اتعلمته؟ انت كنت اكتر واحد انا عارف انه بيشغل عقله تمشي ورا التخريف ده، بتعذبوا الناس وبتاخدوا فلوسهم يا علي، هو ده عدل العارف اللي انت ماشي وراه؟ وانا بكلمه زقني على الحيطة وغرز الحقنة في كتفي وحاولت اتحرك، كان خلاص فضها كلها في جسمي. بصيت له في ذهول بعد كل اللي انا قلته. اللي كان واقف وراه قاله لازمتها ايه يعني الحقنة دي؟ فرد عليه وقال له دي اوامر مولاي العارف، اياك تتجرأ وتسأل في حاجة مولاك العارف مش عايزك تعرفها. التاني سكت وبص في الارض وخرجوا الاتنين. كنت مستني يحصل حاجة من الحقنة بس ما حصلش حاجة بصراحة. ودخل اخدني اتنين تانيين على الاوضة به. الأوضة كانت فاضية تماما، مفيهاش غير حاجتين، في النص حوض إزاز كبير على الأرض مقفول من كل الجهات ومتوصل بأنبوبة معدن متوصلة بمطور عامل زي مطور المية. دخلت والعارف لقيته بيرحب بيا وبيقول لي منور المرحلة بيه، والله يا أيمن بيه، يلا دخلوه. فجأة مسكوني وفتحوا الحوض ودخلوني فيه بالعافية. جيت أقاوم قفلوه عليا وخبط مهما خبط الإزاز عازل. والعارف اتكلم، هتسمع صوتي بس ضعيف، مش مهم، المهم أحب أقدم لك المرحلة به الضغط. بيقولك يا أخي عملوا دراسات غريبة قوي بتقولك إن المية العذبة تركيبها يشبه تركيب الدم بتاعنا، علشان كده بتتسرب بسرعة جدا لمجرى الدم بعد ما تدخل من الرئتين، وده ممكن يفجر الخلايا ويدمر الأعضاء في حوالي 3 دقايق كحد أقصى. أنت هتقعد في مكانك في الحوض لمدة طويلة شوية، بس لو كده مفيش إثارة صح؟ مفيش حاجة كده سسبنس، علشان كده لقيت مية بتخرج من الأنبوبة دي، حاولت أسدها معرفتش، ضغط المية جامد، المية بدأت تغطي نص جسمي، المية تلج، المية وقفت عند نص جسمي. وأنا قاعد لقيته بيقرب وبيقول لي المية هتملى الحوض بالكامل لمدة 30 ثانية، وبعدها المنسوب هيقل لمدة 3 ثواني، تاخد نفسك ونبتدي نقل ونزيد بالتدريج في المعدلين، يعني هيبقى 40 ثانية وثانيتين، وانت وشطارتك. الحوض رجع يتملي تاني، حاولت اخد نفسي، حرام عليك خرجني من هنا، حموم. يا ايمن بيه لسه بتعافر؟ زود. وانا تحت المايه غصب عني بقت المايه تدخل في زوري، ما بقتش عارف اكتم نفسي اكتر من كده. انا بفقد الوعي. فوقت جنب الحوض، جسمي كله مبلول،
وعلي واقف والعارف واقف. ها يا ايمن بيه، عجبك شغلنا؟ انت مصر تبهرني يا اخي، مش كتير اللي بيخرجوا من المراحل دي بالشكل ده. انا بحسدك، وده مخليني متحمس جدا للمراحل اللي جايه، خصوصا ان اللي جاي مختلف تماما. ما كنتش قادر اتحرك او اتكلم، شالوني ودخلت نفس الاوضه اللي كنت فيها قبل ما اجي هنا. حسيت لاول مره بعد سنين الراحه دي كلها ان في حاجه اسمها تعب، وان صاحبي اللي اكلنا مع بعض عيش وملح بعني علشان الفلوس. والعارف في حاجه ورا الراجل ده انا مش عارفها، الراجل ده قاري وعارف هو بيعمل ايه، مش مجرد مختل بيعمل الحاجات دي علشان يتلذذ، اكيد في حاجه. المرحلتين اللي انا مريت بيهم يمكن على قد ما هم بعيد عن ادوات التعذيب اللي ممكن تقتل وتشرح والكلام ده، الا انهم مش سهلين بالمره. وعلى رايه انا ازاي اتنجدت من كل ده؟ انا عمري ما كانت عندي العزيمه اللي تخليني استحمل كل اللي اتعمل فيا ده. لما كنت تحت الميه انا استسلمت اصلا لموتي وكنت عارف اني ميت ميت، ازاي خرجت؟ لو كان هو اللي خرجني ما كانش قال لي انه مستغرب خروجي. اكيد في حاجه. وانا قاعد حسيت اني عايز انام فنمت. صحيت على صوت عالي جدا من بره، صوت العارف كان بيزعق لحد. لا لا انتوا كده بتهرجوا، يعني ايه؟ الجهاز كان شغال امبارح وما فيهوش غلطه، يعني ايه دلوقتي جاي تقول لي في عطل وهيطول وهنسفر الجهاز بره؟ ايه هو مريض؟ ايه يا علي اللي بيحصل ده؟ ده تهريج. بقالنا قد ايه الغلطات دي عمرها ما عدت علينا؟ علي تشوف لي الموضوع ده وراه ايه؟ وابعت يا سيدي ام الجهاز يتعالج بره. اقفل الاوضه ومفيش مخلوق يدخل الا بامري. سكت صوته وسمعت صوت حد بيقرب لعندي. باب الاوضه اتفتح ودخل العارف، كان متضايق وواضح عليه القلق، بس سريعا تماسك وحاول يغير ملامحه ويبين لي العكس تماما، ونجح في كده. ايمن بيه، انت شكلك كنت ابن بار بامك وابوك ودعاهم ليك بيجيب نتيجه. للاسف في مرحله فيها عطل، انا كنت براهن نفسي انك مش هتعديها المره دي، بس حظك في رجليك بقى. المرحلة دي انت مش هتمر بيها، بس اوعدك هصعب المراحل اللي جاية على قد ما اقدر علشان اجيب اخرك. كلامه خلاني عايز اقوم امسك في رقبته. قلت له انت بتعمل كده ليه؟ فهمني انت عايز توصل لايه؟ قلت لك هديك الفلوس اللي انت عايزها وخرجني من هنا. برضه يا ايمن بيه بتتكلم على الفلوس؟ ما انا قلت لك مش ده هدفي والله، وقلت لك برضه اني هقول لك في الاخر ايه هو هدفي. اهدى وحاول تتملك نفسك علشان تعرف تكمل. اللي جاي تقيل. وسابني ومشي. خرج من الأوضة وساب الباب مفتوح الاتنين من ورا يدخلوا وياخدوني الأوضة تانية. ما كانش هو موجود فيها، بس علي كان موجود. واقف جنب كرسي. الأوضة ما فيهاش غير كرسي واحد، من اللي هو بيتفتح من تحت علشان تحط رجليك عليه ده. وفي ترابيزة بنفس ارتفاع الكرسي محطوط عليها تلات أزايز فيهم تلات سوائل. واحد شفاف واتنين لونهم اسود، وكان فوق الكرسي كشاف كبير شبه بتاع دكاترة السنان ده. دخلت مستسلم للاتنين اللي ماسكني وانا بتأمل المكان في حيرة. انتوا ناويين تعملوا فيا ايه؟ قومت فكتفوني. العارف دخل ووقف قدامي ومسك كتاب او حاجة زي مجلة، مجموعة ورق يعني، وكأنه بيقرالي المانيوال او الكتالوج. طبعا مش دي المرحلة اللي كنت المفروض تكون فيها، بس يلا كل تأخيرة وفيها خيرة. أحب أعرفك المرحلة اللي احنا فيها، المرحلة الأخيرة، وهي اللي أنا كنت مستنيها من بدري، الحاجة اللي الكل بيهرب منها ومش بيعمل لها أي حساب مع إنها ملازمانا طول الوقت، الحاجة اللي كلكم غفلانين عنها. أنا هخليك حالا تعيشها. أمرهم يكتفوني وواحد منهم فتح بقه وبدأ يشربني من الإزازة اللي فيها السائل الشفاف. ما قدرتش اقاوم غصب عني، بلعت منه حاجات وكان طعمه مقرف. اول ما بلعته حسيت الدنيا بتضلم، بس انا مفتح عيني بس مش شايف حاجه، انا بس سامعه بيقول لي دلوقتي بس نقدر نقول انك بدات المرحله اهي والاخيره، واللي هتغير حاجات كتير قوي في تفكيرك وهتخليك تعيد حساباتك، ده لو بقى فيك العقل اللي تفكر بيه اصلا، لان انا اظن ان بعد الجلسه دي عقلك هيفقد كل توازنه، وده عن تجربة جربناها مع غيرك كتير ونفعت. لازم قبل ما نوصل للي احنا عايزينه نضمن انك هتخرج من هنا كائن غير متزن تماما، علشان الامان بس يعني.
مهما حاولت تبرق بعينيك علشان تشوف أي حاجة برضو مش هتشوف. لقيتهم بيربطوني في الكرسي ده وبيحط أكيد السائلين التانيين ورا بعض وبيكمل كلامه. لكن دلوقتي هتشوف، بس مش هتشوفنا احنا. اللي انت شربته ده من اغلى المشروبات في العالم، لانه مزيج كيميائي. مش عايز اصدعك بمكوناته، بس صدقني هيبهرك. دقايق والمقابلة هتبدأ، مقابلتك مع اقرب واغرب كيان ممكن تتخيل انك تشوفه او تعرف رأيه فيك. اعتبره انترفيو، وفكر وشغل عقلك لاخر مرة، وخلي بالك علشان لو الضيف اتضايق كل غضبه هينعكس عليك، فانت وشطارتك بقى. خلينا الأول نهيئك نفسيا علشان المقابلة صعبة. بدأت أسمع صوت موسيقى غريبة، كان أثناء الموسيقى هو بيتكلم كلام أنا مش عارف مش فاهمه ولا مش سامعه. واحدة واحدة بدأت أشوف حاجة قدامي، كلامه بعد والحاجة دي كانت بتقرب. كان بيظهر خيال لشخص جاي من بعيد. أنا حاسس بنومتي زي ما أنا على الكرسي، بس في حد وشه أو نص جسمه اللي فوق ظاهر وبيجي ناحيتي. ولما قرب كانت صدمة، ده أنا، مش لعبة زي اللي فاتت، ده أنا بجد. بس ثواني، هو شكلي لكن الملامح متغيرة. أنا عمري في حياتي ما كانت دي بصتي، ولا عمري عملت الرياكشنات دي. ثم انه ازاي الشكل اللي قدامي ده حقيقي كده؟ سمعت الصوت العارف ده بيقول يا ريت ترحب بقرينك. قريني؟ في ثواني بدأت احس ان الجو بيختلف وقعدتي بتتغير، وبقيت في مكان او فراغ اسود، وقدامي توأمي ده، ولقيته بيكلمني. صوتي مختلف عنك اكيد، بس مش قوي. اوعى تفتكر انك جيت هنا بالامر، او اني كنت مستني حد يجيبني علشان تشوفني قدامك دلوقتي. لا، انا معاك طول الوقت، كل موقف مريت بيه كنت معاك فيه، وانا اقدر افكرك بكل حاجة مرينا بيها، وقد ايه لولايا كان زمانك مريض من زمان او عندك خلل ونقص في حياتك. بس انت عمرك ما قدرت اللي انا بعمله علشان انت تعيش وتكمل. قليل اللي بتجيلهم الفرصة انهم يشوفوا اقرنائهم. عارف ليه؟ علشان سلطانه وملكوته وسبحانه امر بكده. لكن تفتكر كل اوامره دي لازم تطاع؟ وهي الاوامر اتعملت ليه الا علشان نعصاها؟ هو اللي عرفنا كده على فكرة، من غير ما يقصد. تفتكر ازاي ابليس اتحول بقدرة قادر من طاووس الملائكة لاكتر كائن مكروه وبغيض في السماء والارض؟ أقول لك أنا، علشان محدش يلومه هو، إبليس عصاه علشان خلق جنسكم وأمر الجميع بالسجود للجنس الضعيف ده، فكان الأمر زاد عن حده. لكن تعرف إيه اللي كان أسوأ من اللي عمله مع إبليس؟ اللي عمله معايا ومع غيري من أشباه الجنس بتاعكم. المشكلة إنكم مش مدركين كم الصراع اللي إحنا عايشين فيه. ما تعرفوش هو قد يعذبنا لما حاول يخلقنا ملازمين ليكم من يوم ميلادكم. ليه؟ أنا ساعات بحسدك، ساعات بقول ليه أنت عايش الحياة دي؟ ليه أنا مش عايش زيك؟ مش قصدي طبعا إن حياتك سعيدة وإنك مخلوق محظوظ إنه خلقك. ما أنتوا البشر مش فاهمين، مش فاهمين اللعبة الكبيرة اللي بتتلعب من قبل ما تتخلقوا. أنا مش بشكك في اعتقاداتك، بس أنت عمرك فكرت أنت اتخلقت ليه؟ تعمر الأرض وتكون خليفة، مش كده؟ خليفة مين؟ خليفة رب أنت ما شفتهوش، ما تعرفوش غير من الكلام اللي مكتوب على ورق. تعرف صحته من كلام مكتوب على ورق برضه. احنا فاهمين وعارفين اللي انتوا مش عارفينه. طب تقدر تقولي لما ابليس اتسحب لادم في الجنة علشان يوسوس له زي ما انتوا فاكرين، الهك كان عارف ولا لا؟ عارف مش كده؟ طب ما منعهوش ليه؟ علشان يمنع البلبلة والقيل والقال وسط الملائكة وباقي خدام العرش. مش بقولك لعبة كبيرة انتوا مش عارفينها، غلبانين. احنا بنتسلل في الخفاء وبنسمع الاوامر اللي انتوا ما تقدروش تسمعوها حتى لو جات لكم الفرصه، علشان احنا ارقى منكم.
ونستحق كل ما هو أفضل من اللي احنا فيه دلوقتي. تعرف انك لما هتموت انا هموت معاك، علشان كده انا بحاول انقذك من الغلط اللي انت وغيرك وغيرك وحلين نفسكم فيه. بحاول ارشدك للطريق الصح. انا كدبت، انت محظوظ، محظوظ بجلسة زي دي، جلسة احتمال وقوعها على الانسان 0%. شفت قد ايه انت ممكن تبقى استثناء لكل البشر اللي من جنسك؟ الحياة الحقيقية على الارض، المكان عنده مش هيعجبك. لو بقينا قوة كبيرة هنقف قدامه ونواجهه، وساعتها مش هيعرف يعمل حاجة، وهيعرف قيمة اللي هو خلقه. لو هتكون مفكر اني مش مؤمن بوجوده او ملحد، بتقولوا عليه ملحد؟ لا، انا عارف انه موجود، بس عارف كمان ان احنا موجودين، ومع كل التطورات اللي بتحصل دي واللي هو مش عارف يوقفها، احنا لازم يكون لينا شأن كبير. عارف يعني ايه تسمع الكلام ده من نفسك؟ ما انا مش لاقي له وصف تاني، هو انا، بالرغم من ان كلامه فيه نوع من انواع التصديق او الايهام، اللي هو بتسمع كلام بيخالف اعتقاداتك بس انت الى حد ما بتمشي وراه، وعايز تسمع اكتر علشان تجدب نفسك ومعتقداتك وتصدق الكلام الجديد اللي بيتقالك. اسئلة وجودية لكن عمري ما فكرت فيها. يعني ايه في لعبة بتتم من ورانا؟ كان في حاجة بتحصل لي وانا بسمعه، حاجة كده زي ما اكون بسقط او مجبر ما فكرش في اللي هو بيقوله. كنت بسمع حاجات وبفهمها بس بتضيع بعدين بكلامه الجديد. بمجرد ما خلص كلامه دعاني اني انضم ليه ولفكره، بدأت الرؤية تنحدر وهو بيختفي، وانا بدأت اسمع تاني صوت العارف وهو بيزعق. ايه اللي حصل؟ في حاجة غلط. مين ده علشان يقدر يتماسك كده؟ فين العابد؟ علي فين؟ تقريبا هو ما كانش واخد باله اني فقت، وانا بدأت افوق واحس ان في حاجة غلط بتحصل، في حاجة مش مظبوطة. في اللحظة دي بدأت اسمع من بره صوت ضرب وخناق، وتقريبا كده سمعت صوت اقتحام قوات شرطة. جيت اقوم متحرك، لقيتني متكتف في الكرسي والعارف ده خرج، طلع يجري وهو بيسأل على اللي بيحصل بره. خرج من هنا وسمعت صوته بيقع على الارض وبيصرخ، ودخل علي، وشه وشكله متغيرين وبياخد نفسه وبيقول لي خلصت كده، الحمد لله على السلامة. بصيت له وتنحت، هو ايه اللي الحمد لله على السلامة؟ وفر على نفسك اي كلام وخلينا نخرج من هنا الاول. اللي حصل اننا خرجنا من الاوضه دي ولقيت فعلا الشرطه، والعارف ده متكتف تكتيفه تليق بيه، وباقي الناس اللي شغالين معاه مترصصين جنب بعض متكتفين، والمكان كله مرشق عساكر. وحصل اللي كنت متوقعه، تحقيق وشفت ايه وحصل ايه معاك، والكلام كان عباره عن تحقيق تقليدي. وقعدت بعدها انا وعلي وبدا الحيوان يحكي. بص يا ايمن، انا حابب نتكلم جد الاول وبعدين اعمل فيا اللي انت عايزه. مبدئيا كده موضوع تزييف موتي ده ما كانش هيحصل، بس يعني ما كانش فيه بدايل، كان لازم اعمل كده واخبي حتى على اهلي، بس صدقني والله الموضوع كان صعب عليا زي ما صعب عليهم، علشان انا اكتر واحد عارف الصدمه ممكن تعمل فيهم ايه، بس برضه ما كانش فيه اي بدايل. الموضوع بدا من حوالي سنه لما بدات اتابع جرايد واشوف اللي بيحصل في البلد علشان الشغل، واستغربت لما لقيت عدد كبير جدا من رجال الاعمال الكبار، الناس التقيله يعني، منهم اللي اتجن والدروش وعياله رافعين عليه قضايا حجر، واللي انتحر وقبل ما ينتحر برضه اتحكى عنه كلام غريب بعد فترات تغيب طويلة ليهم، ومش حادثة ولا اتنين، لا الموضوع كبير وليه ماضي. فبدأت أدور وأدور لحد ما اكتشفت عامل مشترك مهم جدا، ألا وهو الفترة الزمنية اللي الكل بيختفي فيها، الناس دي في حد مستهدفهم. فضيت نفسي وما بقاش ورايا غير الموضوع ده، لحد ما بعد فترة القدر جمعني بواحد كنت أعرفه من أيام الكلية، سمير ثروت بتاع اعلام لو تفتكر. المهم الواد ده بقى صحفي كبير دلوقتي، ما دخلش عليا بمعلومات كتير ما كنتش اعرفها. ابحاثه الجهنميه وصلته للعارف، الراجل ده من عيله كبيره معروفه وقديمه، عيله العوايسه برضه لو تعرفهم. قلت له يا عم مش عارف، كمل حدوته الهلالي دي انا عايز افهم. المهم يعني عيلته دي من زمان من ايام عبد الناصر، و
واللي حصل للأغنياء والبشوات لو تفتكر كل فلوسهم راحت طبعا. الموضوع ده سبب ذل لناس كتير قوي منهم العارف. عيلته اتدمرت وافتقرت وجدوده في منهم اللي انتحر وهو اتأثر، وفي ترجيح واضح انه مريض سادي. اللي حصل في عيلته خلاه شايف كل حاجة سودة. بس لو نيجي للحق، الراجل ده دارس وعارف كويس قوي كل خطوة بيعملها، قارف علوم كتير جدا، وده اللي اكتشفته لما وصلت له بعدين. الراجل ده مش بس عايز فلوس، هو عايز يفقر الأغنياء اللي معاهم فلوس. فكانت فكرتي مع سمير اني احاول اوصل للمكان بتاعه وانضم لصفه بدافع الانتقام بطار قديم، وانا مش الغني اللي هو بيدور عليه ومحلتيش اللضا، بس انا اعرفك. كنت لسه هشتمه فلقيته قال لي: والله العظيم ما فكرت فيك الا لما عرفت ازاي زي ما جبتك هنا سليم ارجعك سليم. ما كنتش الغبي اللي بيفكر في نفسه انه يبقى بطل قومي والكلام الفاضي ده. اخترعت موضوع الموت والهجره ووصلتها لاهلي علشان يوصلوها لك، في نفس الوقت اللي كنت بقدم فيه نفسي للعارف وبعلن له ولائي وانا في شده غضبي منك. ما انت غني بقى وانا بحقد عليك. ما وافقش بسهوله طبعا، وبقيت تحت الاختبار لشهور لحد ما اتاكد اني فعلا هساعده وهاخد بطاره وبطاري، واقنعته بخطتي اللي ما تخرش الميه ووافق عليها. وبدانا التنفيذ. بدا يعرفني اللي هيعمله فيك بالتدريج علشان يوصلك لمرحله انك مش بس تديله فلوس بسهوله، لا، لو وصلت انك تتجن او تموت مفيش مشكله، هو كده كده بره الصوره ومفيش ضده ولا قضيه ولا ليه صحيفه جنائيه من اصله. المكان اللي كان فيه كان متجهز على اعلى مستوى من الدقه، كل حاجه فيه معموله علشان تأدي وظيفتها بنجاح. المرحله الاولى كانت التجربه الافتراضيه اللي انت عشتها، وايمن انت مش استحملت علشان انت قوي يعني، بس الاكل اللي انت اكلته كان فيه فيتامينات تخليك تمسك نفسك وتهدى. اي نعم انت خفت، بس طبيعي لانك شفت حاجات صعبه، وهو اصلا صارف فلوس كتير جدا علشان تطلع بالشكل ده. وعدت المرحله الاولى ودخلنا على المرحله الثانيه، حوض الميه. ودي كانت فكرتي بصراحه. تروح فكرتك؟ انا كنت هموت، رد وقال لي: يا ابن اصبر، ما كنتش هتموت ولا حاجه، انت ناسي الحقنه؟ اولا ما كانتش دي هتبقى المرحله اللي انت هتدخلها اصلا، كانت حاجة تانية فيها تعبين وعقارب وحوار أنا ما كنتش أعرف أتصرف فيه. فاقترحت الأوضة دي وقلت له إنك بتخاف من المية، بس يا باشا ما تنساش إن أنا عارف إنك واخد ميدالية في الغطس، يعني الليلة مقبولة. المشكلة كانت هتبقى بعدين في المرحلة التالتة اللي أنت ما دخلتهاش. المرحلة دي كانت فعلا ممكن تأذيك، لأنها كانت عبارة عن شحنات كهربية بتدخل المخ تدمر خلايا المخ تدمير نهائي، وده أكيد شيء مش كويس خالص. والجهاز اللي كان بيستخدمه مش عادي، حاجة كده زي بتوع الأفلام فعلا. اللي ساعدني انه كان بيسيب المانيوال بتاع الجهاز جنبه علشان يشرح لضحيته هو هيعمل ايه بالظبط. قريته في الخفه وعرفت ايه اللي ممكن يخلي الجهاز ده يعطل، وساعتها المرحله تتلغي، ودي كانت حاجه مضايقه جدا بس نفعت، وخليته يجلي المرحله دي ويدخلك على المرحله اللي بعدها، واللي من وجهه نظري كانت المرحله الصعبه الغبيه اللي فيهم، علشان هو فيها بيتارجت حاجات احنا عمرنا ما اتكلمنا عنها، زائد ان اللقاء اللي بيدخلك فيه هو وهمي وكل حاجه. قلت له: وهمي؟ قال لي: ايوه طبعا وهمي، ما تستغربش. وما تستغربش برضه لانك ما شفتش كل حاجه، علشان انا غيرت في السوائل اللي انت شربتها. هو فهمني سريعا كده انها خليط كيميائي بيعمل هلوسه محدده، يعني مش اي هبل كده وخلاص، لا، هو بيوريك اللي هو عايزك تشوفه، وعلى اساسه تبتدي تفكر، وبرضه يخليك لا اراديا تفكر في الالحاد بقى والكفر، ومش بعيد تعمل حاجات اسوأ من كده. وده حصل مع واحد غني جدا، مليونير لو تسمع عنه، عزة الراوي. الراجل ده الحد وقتل مراته وابنه لما رفضوا يلحدوا زيه، طبعا ده بعد ما العارف ظبطه، والموضوع كان لازم يتقفل بدري علشان هو بيخطط لناس كتيرة جدا في القايمة بتاعته، عامل لستة كبيرة بأسمائهم، ولما بيخلص اسم بيشطب عليه وبيحضر للي بعده. بص يا أيمن، الموضوع مش سهل أبدا زي ما كنت فاكر، بس الحاجة الوحيدة اللي بجد فرحتني إنك جيت. سكت شوية وبعدين قلت له: أنت مش متخيل قد إيه أنا عايز أضربك دلوقتي. ضحك وقال لي: صحيح احنا لازم نروح، انا ما عرفتش ابويا وامي لحد دلوقتي. رحنا بيت علي، وعلى الاستقبال المفرح والعياط الكتير من امه وابوه، كان لقاء عامل زي لقاءات الافلام فعلا. قعدنا واتكلمنا، وعلي قعد يحكي لهم اللي حكاهولي كله تاني، لحد ما هو بيتكلم موبايله رن. قال لي: ده سمير، استنى افتح السبيكر علشان تسلم عليه، نشوف هيعرفك ولا لا. فتح السبيكر واذا بسمير بيتكلم بسرعه ولهوجه وهو بيقول لعلي: العارف هرب يا علي،